إذن بهدف خلق بيئة معززة للصحة في المدارس كافة، سواء كانت المدارس الحكومية أو الخاصة، جاء برنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحية. للحديث أكثر عن هذا البرنامج وتأثيره على المدارس كافة، معنا في الاستوديو مديرة برنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحيه دكتوره يارا. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. رحب فيكي برنامج دنيا يا دنيا. والاخت ليليا نمري مديره مدرسه رهبات الورديه مرج الحمام، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. وايضا الاستاذه غازيه الخريشه مديره مدرسه ماريا القبطيه الثانويه المختلطه في الزرقاء، اهلا وسهلا فيكي. مرحب فيكم ببرنامج دنيا يا دنيا جميعا. وبدنا نحكي بالبدايه عن هالبرنامج، برنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحيه. ببدا معك دكتوره يارا، حضرتك مديره هذا البرنامج، تعطينا فكرة أو نبذة عن هذا البرنامج، إمتى بلش والهدف منه؟ تمام. هلأ، برنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحية هو أحد برامج الجمعية الملكية للتوعية الصحية، والجمعية هي إحدى مؤسسات صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله. تأسست الجمعية بال2005 بتوجيهات من صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. الهدف الرئيسي للجمعية زيادة الوعي الصحي عند المجتمع المحلي، وزيادة وتمكينه من اتباع سلوكيات صحية. هلأ، الهدف الرئيسي من برنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحية هو خلق بيئة معززة للصحة، من خلال أنه المدرسة بتطبق برنامج تربوي فيه معايير بتتدرب عليه بداية العام الدراسي وبتطبقه خلال العام الدراسي، وبنهاية العام الدراسي بيتم تقييمها وإعطائها الاعتمادية إذا تم، يعني إذا حصلت النسبة المطلوبة. البرنامج بيشمل معايير تم وضعها ضمن لجنة عليا. بس لما نحكي عن المعايير، هو أنتوا قلتي لي بال2005، لكن بلش 2005 ل 2008. أنا آسفة، البرنامج بلش بالعام الدراسي كمرحلة تجريبية 2008-2009 بمدارس كانت حكومية، وبالعام الدراسي اللي بعده طبعا كملنا مع المدارس الحكومية وتم الخاصة. بالضبط، دمج المدارس الخاصة بالبرنامج. طيب هلأ نحكي شوي عن المعايير، يعني نعم. أكيد في معايير معينة حتى تقدر المدرسة تدخل ضمن هذا البرنامج. حدثينا شوي عن هاي المعايير، شو الأشياء اللي لازم تنوجد في المدرسة حتى تدخل ضمن هذا البرنامج؟ تمام. هلأ إحنا تقريبا عندنا بالبرنامج عندنا 11 فصل. بالفصل الأول بيحكي على القيادة والإدارة، من هون بتم تشكيل لجنة صحية بالمدرسة من أشخاص موجودين بالمدرسة بالإضافة إلى ناس من المجتمع المحلي والأهالي. هاي اللجنة بتقوم على وضع خطة العمل والتقييم الذاتي، وبتابع يعني تطبيق البرنامج خلال العام الدراسي، وإذا في تحديات أو صعوبات بتواجهها. الفصل الثاني بيحكي على البيئة المدرسية آمنة، إنه بيحكي على إنه لازم تتوفر شروط السلام العامة بالمدرسة بأي شيء بخطر ببالك، سواء بالغرف الصفية، بغرفة المعلمات، بغرف الحاسوب، بالمختبرات. ممكن لأهم شيء طبعا مرافق صحية، الساحات والملاعب. الفصل الثالث بيحكي على البيئة مدرسية صحية. هون إنه يجب توفر الشروط الصحية، منها بالمرافق، بالذات المرافق مثلا عدد الحمامات، وجود مغاسل، مشارب، في فحص مثلا للمي اللي بيشربوا منها الطلاب. المقاصف كمان مهمة طبعا، يعني هاي واحد من أهم المعايير. طبعا المقاصف الصحية، في معايير خاصة بالإرشاد، معايير خاصة بالخدمات الصحية، وفي معايير خاصة بمشاركة الأهالي والمجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ أكيد لهذا يعني البرنامج. مشاركة من الأهل ومبادرات طبعا خاصة في المجتمع أكيد المحلي. دكتورة يارا، حابة أعرف أنه أكيد في مستويات معينة للوصول للمستوى الأعلى اللي هو المستوى نقول الذهبي. احكي لنا شوي عن المستويات قبل ما ننتقل لضيوفنا اللي حققوا مستويات رهيبة. يعني حلو. هلأ عشان إحنا نحقق الهدف الرئيسي من البرنامج هو خلق بيئة معززة للصحة، ما بصير بسنة وسنتين. هلأ البرنامج بتميز أنه هو 5 سنوات. هلأ بالسنة الأولى المدرسة بتدخل مستوى برونزي، لازم تجيب 60% في كل فصل من فصول الاعتماد. السنة اللي بعديها بتدخل الفضي، لازم تجيب 75%. السنة اللي بعديها طبعا إذا نجحت بتأهل للسنة الثالثة، بتاخد الذهبي إذا جابت 90%. يعني وهون المدرستين اللي معانا حصلوا 90%. نماذج بالفعل حصلوا 90%. نعم. وفي سنتين متابعة، السنة الرابعة والخامسة متابعة معهم حتى نضمن أنه المدرسة وصلت للهدف واتبعت سياسات صحية. أوكي. بدي أنتقل إلى الأخت ليليا، وحضرتك مديرة مدرسة الرهبات الوردية في مرج الحمام. نعم. بدي أبارك لك الإنجاز اللي حققته المرحلة اللي أنتوا للسنة الرابعة على التوالي بتحققوا المستوى الذهبي أو حصلتوا على الذهبية. نعم. في هذا البرنامج. تحدي
لكن كنتوا قد هالتحدي بكونكم مدرسة خاصة. احكي لنا كيف شو شعورك أول شيء بأنك حققتي هذا الإنجاز كمديرة مدرسة، وتاني شيء شو استفادوا الطلاب من هذا البرنامج؟ طبعا شكرا لحضرتك للاستضافة، وشكرا للجمعية الملكية للتوعية الصحية اللي عرفتنا بالبرنامج. يعني بلشنا سنة 2009 زي ما تفضلتي، وبلشنا بالتدرج من المستوى البرونزي للفضي للذهبي كل سنة بسنتها، وهالسنة هاي الرابعة سنة رابعة بالمستوى الذهبي. يعني هي أول يعني سنة لكم الذهبي؟ السنة الثانية، السنة الثانية مستوى رابع. نعم. بسموها المستوى الرابع. أه. الخامس هلا إن شاء الله بنحققه كمان إن شاء الله. فأكيد شعور رائع، لأنه بالفعل لما تحمل اسم المدرسة مدرسة صحية معناته في إشي مميز لهي المدرسة. يعني كل المدارس مع احترامنا مدرسة إن كانت بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص أو حتى بوكالة الغوث أو الثقافة العسكرية هي مدرسة، ولكن ما يميز مدرسة عن مدرسة في هذا البرنامج هي مدرسة صحية. مدرسة صحية معناته عم نعزز مفهوم الصحة، و مفتوح المجال بمجال الصحة وحضرتك على اطلاع والجميع بأهمية الصحة. وأحد المعايير ركزنا عليها اللي هو التثقيف الصحي. يعني هو كان المعيار جدا مهم كمدرسة إحنا رهبات الوردية مرج الحمام، واشتغلنا بمستويات مختلفة على تثقيف الطلاب. نعم. ولا تثقيف الطلاب والأهالي والمعلمات. نعم. كله مع بعضه. أولا باللجنة زي ما تفضلتي، طبعا انطلقنا من المدرسة اللي هي تثقيف الطلاب، بهمنا تشكيل اللجنة من أولياء الأمور، كمان كان عضو من أولياء الأمور وعضو من المجتمع المحلي بالإضافة لطلاب ومعلمين. فمعناته لازم نشتغل على كل هاي الأصعدة، الطلاب بالأول وبعدين أولياء الأمور شاركوا بهاي الأنشطة. في عنا نعمل أيام صحية، يوم طبي رح نعمله إن شاء الله، فبيكون بدعم من مؤسسات المجتمع المحلي وبحضور الأهل والطلاب. وفي عنا كمان على مستوى المجتمع المحلي طلابنا بنطلقوا لمؤسسات أخرى، وركزنا على المؤسسات التربوية. فبحب أذكر هاي المبادرات كانت لازم تكون من ضمن هذا البرنامج حتى أنكم توصلوا للمرحلة اللي هي نعم الذهبية. نعم، بتوجيه طبعا الجمعية الملكية والطاقم، لأنه بيمثل من كل المستويات مع وزارة التربية ووزارة الصحة. يعني ممثل بالجمعية بنشتغل على كل هاي المستويات، وتحديدا هلأ احنا مركزين كتير على الطلاب، لأنه إذا أكدنا وبنينا مضبوط بنية من المجتمع اللي نتعامل معه اللي هم الطلاب، أكيد رح ننتقل لمؤسسات أخرى. أكيد بتتوسع بشكل أكبر، يعني دائرة صغيرة بتتوسع هاي الدائرة. 100%. إذا بديتوا من الطلاب أكيد رح توسع بشكل أكبر للمجتمع. وحتى الطلاب وحتى الطلاب بتحمسوا إنهم هم ينقلوا هاي الخبرة لزملائهم في مدارس أخرى. فبطلع هي الجمعية في عنا رح أشير، بس عنا بنختار مواضيع مثلا صحتك بتهمنا، عملنا زي كتيب حملوه الطلاب مع أخصائية تغذية وراحوا على مدرستين مدارس خاصة. والسنة عم نفكر نروح على مدارس حكومية ومدارس خاصة طبعا بمواضيع مختلفة اللي هي تتعلق بالصحة. نقلوا الجانب الصحي. كتير حلو. احنا رح نحكي أكثر عن هالموضوع وهي المبادرة اللي قمتوا فيها في المدرسة، لكن اسمحوا لي أنتقل طبعا لضيفتنا اللي يعني شكرا. بالفعل أنا بدي أشكرك. الله يسعدك. أول شيء يعني أنا تحت الهواء حكينا شوي على الإنجاز والتحدي الكبير اللي عملتوه في هاي المدرسة، مدرسة ماريا القبطية الثانوية المختلطة في الزرقاء. منطقة ضليل. المعروف دائما المدارس الخاصة بتكون مؤسسة بنيتها التحتية مؤسسة بطريقة تكون صحية نوعا ما ومدروسة، لكن المدارس الحكومية للأسف بتكون يعني ستاندرد، يعني بتكون مدارس عادية جدا، وخاصة كيف عم بتقولي بضليل منطقة صحراوية وبعيدة عن الزرقاء، يعني يمكن عشرات الكيلومترات 20 كيلو. فعم نحكي منطقة قروية صحراوية، والتحدي الأكبر كان في مدرستكم وإنها تحصل المرتبة الرابعة أو للأربع سنوات المستوى الذهبي. حصلتوا على المستوى الذهبي، هذا شيء كتير مميز وبالفعل تحدي كتير كبير. حكينا عنه. إحنا أول ما بدينا يعني كنا عن البرنامج، إجت مديرية التربية نسبوا اسمنا للوزارة. أول ما بدينا بالبرنامج يعني أنا حكيت ممكن رايح أبوء بالفشل، لأنه البرنامج له معايير لازم نطبقها. يعني إذا ما طبقناها يعني مستحيل أكيد ما حتحصل على هذا البرنامج. نعم. بالكادر الإداري والمعلمات، لأنه أهم إيش تكون تتقبل فكرة المعلمة كمعلمة مشان
وصلها للطالبات. صحيح. بدينا مع المعلمات تقبلوا الفكره وبدوا يشتغلوا معاه يعني كفريق واحد. يعني الحمد لله. انت بديتي فيه من 4 سنين تقريبا. من 4 سنوات. يعني بدينا فريق واحد كل المعلمات وكل الهيئه الاداريه، بعدين بدينا من الطلاب، اتصلنا مع الصحه، مع جبنا محاضرين، بدينا بالنشر نشرات للاهالي يعني مشان يعرفوهم بالبرنامج، لانه اول ما بدا البرنامج ما كان حدا بعرفه. واهم شيء انه بده يعمل المدرسه مدرسه صحيه ونظيفه. طيب شو التحدي الاصعب كان عندك؟ التحدي الاصعب من المنطقه زراعيه وقرويه، وال يعني العادات الصحيه مش واصله بالدرجه المطلوبه. وعملنا محاضرات للامهات، يعني جبنا الامهات عملنا محاضرات للطلاب. يعني اول سنه يعني فزنا باعجوبه. قديش حصلتوا اي مرتبه؟ مرتبه برونزيه. البرونزيه. البرونزيه. بعدين بدينا السنه الثانيه اخف. يعني صار المجتمع تقبل هذا الحكي ومشينا يعني الفضي ما شاء الله. وبدينا بالذهبي، الذهبي الحمد لله يعني شيء ممتاز. حصلتوا الذهبي وكان بالنسبه لك انجاز كثير كبير. الحمد لله. حتى تحافظي على هذا الانجاز، كيف شو بتفكري تعملي؟ عملنا مبادره مع المجتمع المحلي اللي هي الكشف المبكر عن سرطان الثدي. نعم. كل من اسبوع، كل يوم من كل اسبوع بنجيب الامهات محاضره، وعندي معلمه بكالوريوس تمريض بنفس المدرسه ممرضه. نعم. بتعملهم كشف مبكر عن سرطان الثدي. وعملنا بروشورات وزعناها على الامهات. يوم طبي مجاني يعني. يوم طبي مجاني بدنا نعمل لسه. نعم. قاعدين عم بتخططوا له. خططنا نعمل للمجتمع المحلي. عملنا بروشورات. نعم. ومن خلال كمان الكشف المبكر عن سرطان الثدي صادفتنا حاله، يعني حولناها للمركز الصحي. وان شاء الله انها مبادرة ممتازة ما شاء الله عليكم. دكتورة يارا، يعني مراحل هذا البرنامج لو نحكي عنها بشكل مفصل، يعني حتى نوضح أكثر للمدارس اللي حابة تشارك في طبعا. مثل هيك برامج، احكينا شوي قديش ممكن يفيد المدارس، قديش يعني أنتوا لهلأ تقريبا يمكن 100 مدرسة صرتوا تقريبا محققين. نعم. البرنامج مع 100 مدرسة، لكن هل في فكرة أو نية لتوسع أكثر في المحافظات وفي كل مناطق المملكة؟ تمام. هلا اذا بتسمحي لي، يعني هلا بدايه صح الجمعيه بتنفذ هذا البرنامج بالشراكه الرئيسيه مع وزاره التربيه والتعليم ووزاره الصحه. يعني احنا بدون الوزارتين يعني ومجهودهم اللي بيساعدونا فيه بمدارس صعب نوصل. هلا احنا زي ما قلنا المراحل البرنامج تدريجيه، يعني لازم المدرسه تدخل تاخذ برونزي بعدين تاهل فضي. هلا المدرسه بدايه السنه صعب انها توصل لل 90% بالمعايير، لأنه المعايير يعني إذا أنت دخلتي على مدرسة أي شيء بتلاقيه في معيار بيقيسه. يعني الدروج، الشباك، مساحة الغرفة الصفية، عدد الحمامات، المغسلة شغالة، يعني أي شيء بتشوفيه بالمدرسة في معيار بيقيسه. هلا عشان هل بيتم الفحص على هاي المدارس بشكل طبعا. دوري ومفاجئ؟ هلا في عندنا فريق لجان فرعية من مديريات التربية ومديريات الصحة، بيتم عقد زيارات دورية ميدانية للمدارس بيشيكوا عليها. طبعا احنا من جهتنا احنا الجهة المانحة للاعتماد، ان شاء الله هلا بشهر 4 و5 عندنا التقييم النهائي للمدارس. بتم زيارة المدرسة وتشيك المعايير معيار معيار ووضع العلامات عشان حسب كل مستوى للمدرسة عشان يتم اعتمادها ان شاء الله او لا. هلا احنا خلال 5 سنوات تقريبا كانوا معنا 250 مدرسة ضمن كل المستويات. بهاي السنة المشاركين معنا هاي السنة 100 مدرسة، 20 مدرسة متابعة سنة 4 و5، وتقريبا 80 مدرسة ضمن المستويات الثلاثة. البرنامج بده تخطيط. يعني هلا المدرسة ببداية العام الدراسي بتعمل تقييم ذاتي للمدرسة. هلا التقييم ببين وين في مثلا معايير ناقصة بحاجة، مثلا نقول لدعم مادي عشان تقدر تعمل صيانة، لمواضيع تانية. هلا بتخطط المدرسة. مين بيقدم الدعم المادي هون؟ هلا انتم كمبادرة او كبرنامج هل بتقدموا اي دعم مادي للمدارس اللي بحاجة بالفعل، خاصة عم نحكي عن مدارس حكومية موجودة في بيئات يمكن الاقل حظا، يمكن عم نقول هل بتقدموا اي دعم مادي حتى يحفزهم على انهم يدخلوا في هذا البرنامج؟ هلا احنا البرنامج اشتراكه طوعي، يعني المدرسة الحابة، احنا ما بنقدم اي حوافز مادية. يعني هذا الاشي الحلو انه المدرسة اللي بتشترك معنا وبتستمر يعني سبب نجاحها ايمانها
بفكرة وهدف البرنامج وبتشوف أثر البرنامج على طلابها، وقتها بتحس أنه يعني هذا أكبر حافز إلي. بالإضافة طبعا رح نحكي أنه جلالة الملكة دائما تدعمنا بكل برامجنا، وكل سنة بتكرم المدارس المعتمدة، يعني لأنه بتستاهل، أنه هاي المدارس يعني مميزة عن دون كل المدارس المملكة. جلالتها يعني بتكون مشكورة، بتكرم المدارس وتعطي شهادة الاعتماد للمدارس المعتمدة. هلأ المدرسة اللي بتشتغل يعني بتقيم بطريقة صح، بتحط خطة العمل، بتحط إيش كل خلال الثلاث سنوات القادمين إيش أنا لازم أشتغل، يعني مش من أول سنة بنقولها جيبي كل المصاري. طب ما في ميزانية خاصة طبعًا في المدارس؟ هلا يعني في بعض يعني هلا الأساس الدعم المادي هو من مديريات التربية، يعني بتعطي الدعم، وفي تبرعات السنوية بتيجي للمدارس، بالإضافة إنه في مدراء مبدعين بقوموا على، يعني احنا عندنا فصل مشاركة العاملين، مشاركة المجتمع المحلي، يعني قد ما بتلاقي عندنا مدراء مبدعين بيطلعوا بأفكار وموارد بياخدوها من المجتمع المحلي، وهذا يعني هذا دور المجتمع المحلي. هلا في دور على التربية وفي دور على المدرسة، بس لازم في يكون اكيد دور على المجتمع المحلي بدعم المدرسة، سواء دعم مادي او معنوي. اجي دهنت المدرسة، ساعدتها برفع السور، او اعطيناها يعني دعم مادي لتحقيق. لكن انا بدي اتوقف عن نقطة هون، يمكن الست غازية عم بتقول لي عملت مبادرة للمجتمع المحلي. نعم. وهي التثقيف لسرطان الثدي. نعم. مثل هذا، مثل هاي المبادرة، يعني شو ممكن تفيد المدرسة او شو ممكن تستفيدوا ماديا من هاي، اذا هي اصلا خدمة مجانية او مجانية ما في فائدة للمدرسة بس للمجتمع؟ يعني ليش ما فكرتي بمبادرة ممكن تفيدك زي ما حكت الدكتورة يارا، بانه ممكن تفكري مبادرة تستفيدي فيها من خدمة المجتمع المحلي؟ ما هو المجتمع اللي عندي فقير كمان، يعني ما فيش هذاك الدعم عنده مشان يدعموا المدرسة، يعني نفس البيئة أنا بدي أخدم البيئة المجتمع المحلي. طب إذا من وين أنت بتحصلي يعني ما في عندك ميزانية محددة في المدرسة حتى أن تساهم بأنك يعني تجعل من مدرستك نموذج؟ والله دعم المعلمات ودعم ودعمي انا دعمك يعني الشخصي، دعمي الشخصي. انا لهي النقطه يعني بدي اوصل، انه من جيبتك عمالك بتصرفي على المدرسه حتى انك تقدري بالفعل تتميزي. المهم انه وصلنا للذهبي والحمد لله، هذا فضل ربنا يعني، مش والواحد بيعمل لربه مش. يعطيك العافيه ست غازيه. بدي ارجع لك معلش، اسمحي لي ست ليليا، يعني انا بهمني كمان اعرف قديش مهم مشاركه المجتمع المحلي. نعم. مع المبادرات اللي بتقوموا فيها قديش بيستفيدوا الطلاب بمثل هيك مبادرات؟ نعم، بحسب استعدادنا، وزي ما تفضلتي شغل الإدارة أو حتى اللجنة بيكون تجاوب أولياء الأمور، تجاوب المؤسسات والشركات من المجتمع المحلي، والكل بتعاون مع الطلاب. طبعا اللجنة الصحية اللي تشكلت في بداية البرنامج وتوضيح الوثيقة اللي مشينا عليها، نحن مدرسة صحية أو تعزز مفهوم الصحة، نتبناها بمواضيع تربوية. أخذنا مجال زي ما قلت لحضرتك اللي هو التثقيف الصحي. وهون دور طبعا أولياء الأمور ودور الشركات الداعمة ودور حتى من أعضاء اللجنة. عندنا مدير مثلا مركز صحي، فمعناته بيقدر يأمن أطباء لعمل محاضرات توعوية للطلاب. في عندنا في النشاط الرياضي مسؤول النشاط الرياضي على تواصل مع مؤسساتنا التربوية الأخرى، إن كان جامعات أو حتى مدارس ثانية، بإرسال شخص اللي يمثل يعطي مفهوم اللياقة البدنية مثلا، الصحة بالمجال اللياقة، لأنه زي ما تفضلت الدكتورة في عنا 10 معايير وكلها يعني متداخلة مع بعضها البعض، فبتقدريش تفصل معيار عن الثاني. طيب شو التحدي اللي واجهتيه خلال هذا البرنامج؟ بده وعي كامل هذا يعني، واهتمام. بده إشراف مباشر، بده إلمام بكل هذه المعايير، وزي ما تفضلت يعني للدرج، لمنخد الشباك، للشبابيك، للحمام، للملعب، للساحات، للغرف الصفية، للشكل الطالب، الزي المدرسة، يعني كله، كل المجالات. بس بالأخير حققت نظافة الحمد رائع لله يعني، وسنستمر فيه. يعني إذا في كمان ماسي، إذا في مستوى بعد الخمس سنوات ان شاء الله، في فكره او في نيه لتعملوا شيء زي هيك زي عم بتقول الاخت ليليا؟ ان شاء الله احنا عندنا لجنه مركزيه للبرنامج من الجمعيه وزاره التربيه وزاره الصحه،
طبعا رح ندرس الموضوع لانه هلا وفي مقترحات كثير، واحده منها انه يكون مدرسه ماسيه وتكون نموذج نموذج لمديريه التربيه اللي تابعه. هو اهم شيء يتم تكريم هاي المدارس النموذجيه. هل بيتم تكريمهم؟ احنا سنويا تقريبا ان شاء الله، يعني سنويا بيتم تكريمهم بحضور صاحبه الجلاله الملكه رانيا، لانها كثير مهتمه بالبرنامج ويعني وكثير مهتمه بمدارسنا انها تكون مدارس صحيه. انا بدي اتمنى لكم كل التوفيق واشكركم اكيد، يعني انتم نماذج يحتذى بها بالمدارس. نتمنى كل مدارس المملكة تحقق هذا الإنجاز. بدي أحكي كلمة. تفضلي. بتمنى إنه البرنامج هذا يتعمم على كل المدارس. هذا اللي إحنا فعلًا. هذا عن جد يعني برنامج ممتاز ممتاز. نعم موفق. للطلاب وللمجتمع المحلي. يا ريت إنه يتعمم. كل الشكر لك. بحب أشكر وزارة التربية ووزارة الصحة كمان والجمعية اللي دايمًا داعمينا. والحمد لله يعني البرنامج. ست غازية الخريشة بدي أشكرك كل الشكر لإلك، وأكيد الأخت ليليا نمري. تسلمي. ودكتورة يارا مصلح، أهلا وسهلا فيكم معنا بدنيا يا دنيا، شرفتونا.